حقيقة يعني في هذا الشهر الكريم الذي نحتفل بقدومه وسط تطورات إقليمية ودولية عديدة، لكننا نبقى دائما لدينا اليقين بأن ما نمر به من أزمات سوف يمضي، وبأن الشعب المصري العظيم قادر على مواجهة كل التحديات. منذ يعني عدة أسابيع أو أسابيع قليلة الحقيقة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الواقع في سيناء، كيف كنا وكيف أصبحنا. سيناء العزيزة على قلب كل مصري، التي تعرضت لهجمة إرهابية لا يمكن نسيانها أو تخطيها بسهولة، لأننا دفعنا ثمنا كبيرا، الجيش، الشرطة، أبناء سيناء، ولكن كان لدينا يقين بأنه ستأتي لحظة ويتم تطهير سيناء على يد الرجال الأبطال الذين ضحوا وقدموا الدماء فداء لأرض الفيروس. اليوم نستضيف شخصية عملت في سيناء منذ عام 1987 وحتى الأول من فبراير 2011. كان ضابط أمن دولة كبير في هذه المناطق، ثم ترأس مكتب رفح في أمن الدولة، حيث كان يتابع نشاط هذه الجماعات الإرهابية في فترات متعددة، وكان يتابع تواجدها الذي تغلغل في العديد من المناطق ومن بينها رفح والشيخ زويد وغيرها. لدينا اليوم ونستضيف ونتشرف باللواء أحمد عليو، الذي كان قد قضى ربما يعني زهرة شبابه في سيناء العزيزة. سيادة اللواء أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. قل لي يا فندم، حضرتك بعد التجربة المريرة دي اللي أنت خضتها وشفتها، أكيد لك رؤية ونظرة لسيناء التي تعرضت لما يمكن تسميته بغزو من الأفكار المتطرفة والتكفيرية، التي وصلت في نهاية الأمر إلى أن تتحول إلى طلقات رصاص في مواجهة الآمنين. عاوز أسمع منك عن سيناء، عايز أسمع منك لما رحت سيناء شفتها إزاي، وإزاي حصل التغيير اللي ورا بعضه ده واللي فوجئ بيه كثيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة شهر رمضان. تاني حاجة أتوجه بسيادتك بالشكر لأنك أتحت لي الفرصة في هذا اللقاء، لأن في رسالتين عاوز أتوجه بيهم. الرسالة الأولى عاوز أتوجه بالشكر إلى أبناء شمال سيناء لمواقفهم الإيجابية معايا يوم 28/11، لأن 28 يناير. أصلا 28 يناير لأن هذا اليوم كان هو اليوم الفصل اللي تعرضت فيه قوات الشرطة على مستوى الجمهورية. ولما وردت إلي معلومات باحتمال جماعة حماس تتعدى على المكتب، وأكد لي الكلام ده اللواء عادل عزف في اتصال تليفوني، تم الاستعانة ببعض العناصر البدوية الشريفة لحماية المكتب، وقعدنا نتعامل من الساعة 11 للساعة 1 بتبادل إطلاق النار. وخلال هذه الفترة جات لي برضو معلومة بأن هيتم ضرب المكتب بالأربيجي والهون، واضطريت آسفا ومعايا العناصر البدوية الخروج من المكتب بعد وفاة عدد 2 فرد من أفراد المكتب وأصاب الثلاثة. خرجت من المكتب ومعايا قواتي في وجود الأخوة البدو، وطبعا ما أقدرش أذكر أسماء نظرا احترام العادات والتقاليد البدوية. وخرجت من المكتب وكان معايا بعض الزملاء من مكتب المخابرات الحربية في رفح، فبشكرهم على الموقف الإيجابي اللي كانوا معانا في حدث المكتب. الرسالة الثانية بوجهها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن بعد ما خرجنا من المكتب كان أول اتصال من قيادة أمنية على مستوى الجمهورية كان
ايامها كان اللواء عبد الفتاح السيسي مدير مدير المخابرات الحربيه. نعم. وهنأني بالخروج بقواتي من المكتب وشد من ازري، وكانت هذه المكالمه لها تاثير ايجابي على الروح المعنويه سواء ليا او الافراد. تاني مره الرساله الثانيه برضو على التليفون، اتصال التليفون اللي حسن بينه وبين سياده اللواء احمد عبد الرحمن، حسن عبد الرحمن، حسن عبد الرحمن، بضروره نقلي من سينا لوجود خطر كبير عليا على حياتي في سينا، فاستجاب حسن بيه عبد الرحمن ونقلني الى القليوبيه. الموقف بتاع بدو سينا ده معايا ده يؤكد وطنيتهم ورفضهم للارهاب اللي يعد حاجه دخيله عليهم ما كانتش موجوده قبل كده في طباعهم وعاداتهم. ولما نيجي نقول اللي انتقل برضه بدو سينا ما لهمش علاقه بالارهاب سوى ان سينا هي مسرح الاحداث كما كان صعيد مصر مسرح الاحداث. فاذا كنت لا استطيع ان اصف ابناء الصعيد بالارهاب كذلك ايضا لا استطيع ان اصف ابناء سيناء بالارهاب، فهم براءه ابرياء من ذلك، براءه الذئب من دني من دم يوسف. فبلاش نتاجر على مستوى الاعلامي عند الفضائيات المضاده باتهام ابناء سيناء بالارهاب والعماله والكلام ده، ده ليس له اساس من الواقع. وده انا بالشهاده بقولها على اساس فتره عملي من 24/10/87 الى 1 فبراير 2011. اذا كنا اريد لو عايزين نعرف الارهاب في سيناء فيمكن القول ده الارهاب ده ظاهره عالميه. نعم. بتصير حسب مصالح اطراف المصلحه. والارهاب عباره ده عن مثلث. الضلع القاعده الاساسيه بتاعته جماعه الاخوان وما خرج من عبايتها من تنظيمات وحركات متطرفه. وكلنا نعرف تاريخ نشأة هذه الجماعه في منتصف القرن في اواخر القرن الماضي بانها نشأت اساسا من تمويل اجنبي بالفلوس اللي دفعتها الحكومه الانجليزيه منذ عام 28 28. فعارفين نشأتها انتمائها الى الغرب. الغرب بقى الفكر الغربي بيشكل لي الضلع الثاني في المثلث. وكلنا نعرف مكايد الغرب تجاه المنطقه العربيه منذ الحملات الصليبيه حتى غزو العراق خلال هذه الفتره الزمنيه لم تقل هذه الفتره الزمنيه من دسائس ومكايد الغرب تجاه المنطقه العربيه. كان اخرها او ابرزها صدور وعد بولفر 1917. بناء على هذا الوعد ظهرت دولة إسرائيل. نعم. على أساس وكان لهم بيعتبروا نفسهم شعب الله، شعب الله المختار. نعم. مع تأسيس دولة إسرائيل والممارسات الصهيونية تجاه الأخوة الفلسطينيين ظهر العديد من الجماعات الفلسطينية المضادة للاحتلال الإسرائيلي. نعم. نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في جمع هذه الحركات في بوتقة واحدة، واستطاعت أن توجه حركات عمليات فدائية أرهقت سلطة الاحتلال. بدأت دولة إسرائيل تفكر إزاي تجهد منظمة التحرير الفلسطينية، فاستقر قادة الموساد على أن إضعاف منظمة التحرير الفلسطينية يكون بتبني أصحاب النشاط المضاد. ووقع الاختيار على النشاط المضاد على اصحاب الاتجاه المتطرف الدين المتطرف. فبدا يتبعوا معاهم سياسه غض البصر عما يرد عليهم من تحويلات من اموال خارجيه، عن ما يتم انشاؤه من منشات اسلاميه، عن اموال الاوقاف الفلسطينيه، لدرجه ان الشعب الفلسطيني شعر ان هذا الاتجاه الديني هو المنقذ له من براثن الاحتلال.
اول اجتماع لهذا النشاط المتطرف لهذه الجماعات المتطرفه كان في منطقه الاغوار بخان يونس، حيث اعلن في سنه 63 اعلن في هذا الاجتماع انضمام الى جماعه الاخوان المسلمين، وبذلك اصبح لهم تمثيل في المكتب التنفيذي لجماعه الاخوان. ووفقا للماده الثانيه من الفقره الثانيه من الماده الثانيه من الميثاق انها تعتبر الجناح العسكري لجماعه الاخوان وملزمه بتنفيذ ما يرد اليها من تعليمات من التنظيم الدولي. لكن التاسيس اعلن سنه 87 اعلان لكن الرسمي. كظهور حركه حماس كان سنه 88 مع الانتفاضه الاولى، واضطروا انهم يخشوا الانتفاضه خوفا من الشعب الفلسطيني اللي علق على عليهم املهم. عندما دخلت انتخابات وفازت اتبع السياسة لا يعلو على صوت حركة حماس داخل قطاع غزة، فوجهت عمليات ضد تأديبية ضد الكثير من التنظيمات الدينية داخل قطاع غزة بحيث لا يعلو فوق سطح فوق صوت حركة حماس. ما اتبعته من عمليات تأديبية لهذه الجماعات أدى إلى هروب العديد من العناصر الدينية المتطرفة داخل قطاع غزة، هروبها إلى سيناء عبر الأنفاق. ذلك عبر الأنفاق. في يعني لو بصينا للحدود المصرية الفلسطينية هنجد إنها تبدأ من العلامة 1 حتى العلامة 7 بطول 14 كيلو. هذا الخط لا يصلح جميع كله لإقامة أنفاق، حسب تختلف التربة من مكان لمكان، بس اشهر هذه الانفاق ما بين العلامه 2 و4 و5. تنفيذ اتفاقيه كامب ديفيد وتقسيم الحدود ادى الى شطر معظم العائلات المقيمه على خط الحدود، بعضها في الجانب الفلسطيني زي رفح بعضها في الجانب المصري وغيره. ده ساعد على انتشار الانفاق وهروب العديد من العناصر الفلسطينية ذات الأنشطة المختلفة جنائية ومتطرفة وكل شيء، مستغلين في ذلك صلة المصاهرة ما بين العائلات في الجانب المصري والعائلات من الجانب الفلسطيني. لا انا عايزك تكلمني بس عن العمليات اللي بدات ما قبل 2011. انا جاي لحضرتك هنوصل لحد قبل 2011. نعم. ابرزها 2003 تفجير طابا. بس ما اقدرش ابدا ب 2003، لازم ابين تمام الفكر ده جه منين. صحيح. ابناء سيناء بالطبيعه البدويه المبنيه على الفطره لا يميل الى التطرف. صحيح. لكن العامل الجديد اللي دخل عليه جاله منين؟ لازم نبين جاله منين؟ جاله من غزة. من 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 غزة اللي تربى ودعم من سلطات الاحتلال بحيث يكون احد الوسائل لتدمير لتدمير المنطقة. طيب ناخد فاصل ثم نعود مرة اخرى لنكمل الحوار مع السيد اللواء احمد عليوي بعد الفاصل. احتفالا باليوبيل الخمسين لمؤتمر كارديو ايجيبت 2023 اقامت الجمعية المصرية للقلب واللي تم انشائها سنة 1974 احتفالية بحضور نخبة من كبار اطباء القلب في مصر والشرق الاوسط، وعلى هامش المؤتمر وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم افتتاح صرح كبير اسمه بيت القلب المصري التابع للجمعية المصرية لأمراض القلب، وهو ثالث بيت قلب على مستوى العالم، وحيتم من خلاله تنظيم أنشطة للتعليم الطبي والتدريب لشباب الأطباء. الدور التعليمي والتدريبي اللي بتقوم به الجمعية أصبح جزء أساسي في تدريب كل المنتسبين لطب القلب، بمعنى أن كل واحد يتخصص في القلب هو يعلم تماما أن جزء من التدريب الخاص به وجزء من التعليم المستمر ليه هياخده من الجمعية المصرية لأمراض القلب. وده اللي خلانا
نفكر في بناء هذا الصرح العظيم بيت القلب المصري اللي حيتم فيه إقامة الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الخاصة بالتعليم الطب المستمر لكل أطباء القلب الشباب، مش بس في مصر بل في محيطها كمان العربي والإفريقي بإذن الله تعالى. هذا المؤتمر الحقيقة يعني حصاد علمي قوي جدا، يجمع يعني فيه الحقيقة أساتذة قلب مصر وأساتذة قلب العالم في مصر الحقيقة العريقة. كل ما وصل إليه العلم من تطور موجود في هذا المؤتمر، تدريبات على أعلى مستوى، ورش عمل تفخر بها مصر الحقيقة. والحقيقة احنا بنتكلم النهاردة الآن من بيت القلب المصري إحدى حصاد أو نتاج جهد جمعية القلب المصرية، وهو البيت الثالث للقلب على مستوى العالم، وسيكون مقرا ومركزا للتدريبات والورش العمل والمؤتمرات فيما هو قادم إن شاء الله، فخر مصر كلها. أنا بشكر جدا أقسام القلب في القوات المسلحة، بشكر جدا أكاديمية الطب العسكرية على هذا المؤتمر المبهر الحقيقة. احنا لنا الفخر ويعني والشرف العظيم أن هذا المؤتمر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وده تكريم لطب القلب المصري، تكريم للجمعية المصرية لأمراض القلب. جلسات لا محدودة، جمعيات العالم كلها تحت سقف في مصر، شباب العالم حتى أطباء. النهاردة كنت بناقش باحثين من كل أنحاء العالم، فخورين بيهم جدا، بناقش أبحاث جديدة. طبيب في الأماكن البعيدة بالذات اللي هم أطباء القلب اللي في الصعيد أو في المناطق النائية، مهم قوي إن احنا نوصل لهم، وإزاي نعمل كورسات معينة للتدريب على الطرق المختلفة للعلاج والتشخيص، وإزاي الهدف الرئيسي بتاعنا هو المريض المصري، وإزاي نعالجه بأحسن الطرق وأحسن طرق العلاج. الحاجة اللي أنا عايز أقولها من الأهداف التانية اللي هي التوعية، ودي اللي احنا مستمرين كنا فيها وعايزين نكمل عليها الحملات لها علاقة بالتوعية ضد المشاكل اللي بتحصل لأمراض القلب. الحقيقة احنا عندنا انتشار لعادات سيئة جدا ممكن تؤدي في الآخر إلى زيادة الإصابة بأمراض القلب في مصر، أهمها وأولى التدخين بالنسبة للشباب، وعندنا كمان السمنة بالنسبة للسيدات. العاملون دول الحقيقة بيزودوا فرص أمراض القلب، بيزودوا نسبة ارتفاع ضغط الدم، بيزودوا نسبة السكر. كل الحاجات دي حضرتك عارف انها بتأثر على شرايين القلب، بتأثر على عضلة القلب، بتؤدي الى الإصابة بأمراض القلب. وفي الآخر احنا بنحاول ان احنا لو حاربنا الضغط العالي، لو حاربنا التدخين، لو قللنا الوزن، كل ده في الآخر بيحسن من صحة أمراض القلب في مصر. الجمعية المصرية للقلب بتقوم بتنظيم أنشطة علمية متعددة بهدف الارتقاء بمستوى طبيب القلب المصري وخلق كوادر من شباب الأطباء يواكب أحدث ما توصل ليه العلم في أمراض القلب وجراحته. أما بالنسبة لمؤتمر كارديو إيجيبت فهو يعتبر المؤتمر الرئيسي للجمعية، وبينعقد بشكل سنوي في الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وبيعتبر من أهم أنشطة الجمعية. وبكل تأكيد لما نتكلم عن كارديو إيجيبت لازم نكون عارفين انه حدث ضخم جدا، وانه مدرج على خريطة مؤتمرات امراض القلب العالمية، وبيحضروا سنويا عدد بيتراوح من 5-6 آلاف طبيب امراض قلب وبطنة ورعاية مركزية لتبادل الخبرات ومعرفة احدث طرق العلاج لامراض القلب وانسداد الشرايين وطرق الوقاية منها. مصطفى الشيمي، حقائق واسرار. عودة مرة أخرى للحوار مع اللواء أحمد عليوة الذي يتحدث عن وقائع ما جرى في سيناء قبل التطهير. سيادة اللواء تفضل كمل كلامك عن الفكر المتطرف الذي كان بداية النبت لهذه الجماعات. أشهر هذه التنظيمات تنظيم اسمه توحيد والجهاد، ده تم تأسيسه على يد الفلسطيني خالد مساعد، ده تربى في العريش وهو دكتور أسنان، نجح عن طريق التواصل مع بعض النظائره في قطاع غزة من نقل هذا الفكر، وكون عدد من الخلايا كان أبرزهم في جلالة بوكريع ووليدة بوكريع وحمادة بوشيتا، وخطط لتنفيذ عملية عدد من العمليات في جنوب سيناء ردا على الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة. ده الهدف المعلن اللي هو الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وإن كان الهدف الحقيقي هو أول
عملية ضد الحكومة المصرية أو الدولة المصرية بهدف هدم الدولة المصرية. تم التخطيط لتفجير ثلاث عمليات تفجيرية في وقت واحد الفاصل بينهم 10 دقائق من كل تفجير. التفجير الأول تم في منطقة في فندق طابة، تم تجهيز العربيات في منطقة اسمها المعصورة دي واصلة من منطقة النقب إلى طابة، منطقة جبلية. تم تجهيز هذه السيارات، عربية طلعت على فندق طابة والعربية الثانية طلعت على مخيم القلعة ملك البدوي مطوع عنيز على إذان سالم، والعربية الثالثة طلعت على مخيم ابن عمه عياش سالم. تحس ان العملية دي المقصود بيها ضربة سياحة في مصر، لان اي زيادة في عدد يعني في الوقت ده كان نسبة اشغال الفنادق 105%. ده بيكون نتيجة سحب من رصيد الدول المجاورة. فلازم نضرب الحركة السياحية عشان تنعكس اثارها السلبية على الحالة الاقتصادية. دي كانت اول عملية وكان فيها تاني حاجة من اهدافها اظهار امام الرأي العالمي ضعف الحكومة المصرية في توفير الامن والامان في سيناء، بحيث يكون له مردود سلبي في مطالبات اي حد تاني عايز يتوغل في سيناء للمحافظة على حدوده بدون تحديد. يعني دي اول عملية تمت في سيناء. تاني تنظيم ظهر في سيناء الجماعة السلفية الجهادية، دي برضو اول ما ظهرت في قطاع غزة على يد الشيخ عبد اللطيف موسى، وهو طبيب درس الطب في اسكندرية وتتلمذ على يد المدرسة السلفية في اسكندرية، ثم انتقل الى قطاع غزة، وكان في بداية الامر مؤيد لحركة حماس على اساس انها تعلن الكفاح والجهاد ضد الاحتلال الاسرائيلي، الا انه بعد فترة فوجئ بتخلي حركة حماس عن كل ما سبق الاتفاق عليه. فأعلن من مسجد ابن تيمية برفع في فلسطين بإعلان إقامة الإمارة الإسلامية، وترتب على كده أن حكومة حماس قامت باغتياله داخل المسجد وعدد من مجموعة من المؤيدين له اللي هربوا بعد كده على مصر وكونوا الجماعة السلفية الجهادية داخل مصر، وكان لها برضو دور في القيام بالعديد من العمليات التفجيرية. تاني التنظيم ظهر في سيناء وزاح صيده برضو تنظيم جيش الإسلام، واللي مؤسسه فلسطيني ممتاز دغمش. وكان ممتاز دغمش ده مرتبط ارتباط وثيق بحركة حماس، لأنه كان بينفذ العمليات الدنيئة التي لا تستطيع حركة حماس القيام بها من اغتيالات، فكان هو بينوب عنها في تنفيذ هذه الحركات. برضو قام بالعديد من العمليات التفجيرية داخل الدولة المصرية، أشار تفجير عدة مرات خط الغاز بطول 100 كيلو بعدها حوالي 20 مرة. رابع تنظيم ظهر أنصار بيت المقدس، ده تأسس برضو في قطاع غزة على يد الفلسطيني هشام السعداني اللي تم تصفيته داخل قطاع غزة وتوجيه عدة ضربات لعناصره، لأن حكومة حماس رفض اي تواجد لاي تنظيم ديني داخل قطاع غزة، عايزة هي انها رفع انها هي حامي الحمى. برضو عناصره تسللوا الى مصر، وكان اول اجتماع لهم في سيناء في منطقة العجرة على الحدود الفلسطينية. في هذا الاجتماع تم رصده، فصدرت تعليمات بعدم السماح له بإقامة هذا الاجتماع. على الرغم من كده اتعمل الاجتماع وكان عددهم 7، ومؤسسه محمد زياد ابو فريح، ده مؤسس تنظيم بيت المقدس. هذا التنظيم صيته داخل الدوله المصريه
لانه وجد تأييد كبير من فترة حكم الإخوان اللي هو سمى نفسه ولاية سيناء بعد كده، اللي هو بعد كده هو ما هو تنظيم بيت المقدس بيقوم على عدد محاور. المحور الأول محور فكري اللي هو دراسة الأفكار التكفيرية ودراسة الأعمال الجهادية والتواصل مع المنظمات التنظيمات الجهادية، وانتهى به الأمر إلى مبايعة ولاية ولاية الشام دون أن يخرج عن خط السير بتاعه. ده مكون فكري ومكون حركي عسكري اللي هو دراسه الاماكن العسكريه والشخصيات الشرطيه والقوات المسلحه والاهداف الحيويه اللي عمل على ضربه. المحور الرابع محور تدريبي اللي هو اقامه معسكرات تدريبيه في وسط سيناء. هذه التنظيمات قامت بقى بالعديد من العمليات. جه بعد كده بعد تفجير فندق هيلتون طابا وتفجير نويبع شرم الشيخ، جه بعد كده في 23/7 القيام برضه بثلاث عمليات تفجيريه في مدينه شرم الشيخ، الممشى السياحي، فندق غزاله، فندق موفنبيك. شدة الانفجار في فندق موفنبيك القائم على تنفيذ العملية للأسف لقينا وجهه متعلق في عمود كهرباء. استطعنا تحديد الأشخاص، ودي كان في 23/7. العملية الثالثة كانت في 25/4 في دهب، برضو ايضا كانت بتاعت عمليات تفجيريه. 25/4 كام؟ 2006؟ 25/4/2006 كانت بعدد عن ثلاث عمليات تفجيريه في الممشى السياحي في مدينه دهب. واتضح ان جميع العناصر القائمه على التنفيذ من قريه اسمها قريه التومه بمدينه الشيخ زويد. لو بصينا سيادتك للثلاث تواريخ هنلاقي طابه 16، شرم الشيخ 23/7، دهب 25/4. كلها مناسبات وطنية، كلها مناسبات كانت وطنية. يضاف لها أحداث 2011 25 يناير، برضو عيد الشرطة. فده بيؤكد لنا أن في يد أجنبية بتحاول، في عقل بيخطط، بتحاول سرقة المصريين وطمس تاريخ الجهاد والكفاح للدولة المصرية، بدليل ان كل مناسبة قومية بتوجه دعوة. و25 يناير دي معروف من الطرف الاخر امام قوات الشرطة. فده بيؤكد تدخل الفكر الغربي اللي هو منذ عمليات الصليبية حتى غزو العراق. طيب ده يخليني يا سيادة اللواء اسألك عن هذا المخطط. المخطط ده اللي ليه محاور متعددة، اللي حاطط استراتيجية محددة لتفكيك الدولة الوطنية. أيوه. تقديرك. لا ده ما هو النظريات العديدة، نظرية شد الأطراف. أقول لحضرتك حاجة. لما ملوك أوروبا رجعوا مهزومين بعد الحملات الصليبية، جابوا مؤرخ إيطالي اسمه سانتو مارينو. قالوا له ادرس لنا أسباب فشل هذه الحملات. سانت مارينو ده قعد 6 سنين يدرس اعداد الحمله، المؤن، المعدات، خط السير، القوات. انتهى بعد دراسه 6 سنين ان فشل هذه الحملات بيرجع الى خط السير الحمله، لان هذه الحملات كانت بتبدا من الشام. وحط توصيته ان هو كان المفروض ان خط سير الحمله يبدا بمصر. أيه بالظبط. التي تعد مخزون بشري يمكن الاعتماد عليه في صد اي هجوم، في صد اي هجوم. فعشان كده واول من استفاد بهذه الدراسه نابليون بونابرت، عشان كده بدا حملته مصر بمصر. فانا لما نقول ان انا كمصري لما اقول مصر عمود خيمه المنطقه العربيه شهادتي مجروحه. لما الاخوه العرب يقولوا ان مصر عمود الخيمه العربيه شهادتهم مجروحه، لكن يجي من الغرب ان مصر عمود الخيمه العربيه اللي هو الخصم، فدي شهاده ما اقدرش انكرها.
فالغرب عارف ان مصر عمود الخيمة المنطقة العربية، فهو يهدف من ذلك كله الى ضرب الدولة المصرية. وضرب الدولة المصرية ده او تفتيت المنطقة العربية ليس في المعاصرات الخريف العربي، ده بيرجع الى زيارة هنري كيسنجر للملك فيصل للمطالبة بالعدول عن قرار وقف تصدير البترول. ويومها قال الملك فيصل قولته المشهورة التي تعتبر ميثاق، ليس البترول العربي أغلى من الدم العربي. فرد كيسنجر وقال إيه؟ لن نسمح بعودة هذا المشهد، وهو وقوف المواطن الأوروبي أو الغربي في طابور محطات الوقود لصرف عدد 20 رتل بنزين. ومن هذا التاريخ بدأ يتحط نظريات لتفتيت المنطقة العربية بالكامل. تمام، واحنا مع الحديث عن هذه النظريات معنا ايضا الشيخ ابراهيم ابو عليان احد القيادات الشعبية في شمال سيناء. شيخ ابراهيم اهلا وسهلا، هي معنا سيادة اللواء احمد عليوة وبنتكلم عن يعني سيناء وما تعرضت له من ارهاب، وكيف استطاع الجيش والشرطة واهالي سيناء حقيقة تطهير سيناء من الارهاب. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مؤخرا عن هذه الملحمة التاريخية واللي بدأت تحديدا يمكن من زمان، لكن في 2018 ربما كانت إشارة البدء. كيف ترى الأمر؟ أول حاجة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، وانت طيب. وتحية خاصة للواء أحمد عليوة وعاش في سيناء سنوات كثيرة. صحيح، الله يخليك يا شيخ إبراهيم. فيما يتعلق بسؤالك مصطفى بيه، أولا المرحلة جد خطيرة ودقيقة، وأعتقد أنها منذ 10 سنوات أو يزيد ونحن في مخاض سياسي للمنطقة بالكامل. المنطقة أريد لها أن تتقزم وتتفتت وتتشتت، تتشتت شعوبها وتتقزم دولها، وتنهض أيضا بعض الكيانات التي كانت في المؤخرة وأريد لها أن تتقدم في المنطقة. هناك مشاريع استعمارية في العالم العربي أو للعالم العربي أعدت مسبقا أن تتفتت الشعوب وتهدم دولا كثيرة، ولكن الهدف الرئيسي منذ زمن قيل حتى بعض المستشرقين وقالوا بعض القادة السياسيين في العالم الذين يدرون شؤون العالم قالوا إذ أردنا أن نبني إسرائيل الكبرى فالعراق ثم سوريا ثم مصر، لكن السعودية ومصر مصر ستبقى. نعم. مصر ستبقى هي عمود البيت. نعم. مصر ستبقى هي منارة الشرق، شاء من شاء وأبى من أبى، لأننا نملك إرادة شعبية وإرادة سياسية وإرادة تنفيذية لإدارة أمورنا. نحن على أتم الاستعداد كدولة مصرية في المرحلة الأخيرة، هناك توجه للاستقلال، القرار السياسي والقرار كل القرارات التي تتعلق بمصير الدولة المصرية، وهذا واضح في السياسة العامة للسيد الرئيس في المرحلة الماضية حول التوجه وتعدد مصادر السلاح وما إلى ذلك. نعم. سيناء هي المعترك. سيناء يا سيادة مصطفى بيه، نعم. سيناء عانت ودفعت ثمنا كثيرا منذ 10 سنوات، وسيناء تدفع، مصر كلها دفعت، لكن عصارة الدفع كانت في سيناء. نعم. سيناء المخططات زرعت فيها الإرهاب، مخططات كلها مخططات أجنبية ومخططات استعمارية زرعوا الإرهاب في سيناء لهذا، وهذا مشروع استعماري واضح، لأن سيناء أرض مفتوحة، أرض لها حدود على الجانب الآخر مفتوحة، كل الانفتاح على كثير، أيضا فارغة من السكان، فارغة من التنمية، فارغة من الإعمار، فارغة من أمور كثيرة. أضف إلى ذلك أن المرحلة السابقة كانت مرحلة تهميش للمنطقة لسيناء، وسيناء لم تأخذ حقها الكامل لا في التنمية ولا في الإعمار. جاءت قواتنا المسلحة في السنوات الماضية، ونحن نعلم أن الإرهاب هو صناعة، حينما أريد له أن يكون في سيناء فكانت القوات المسلحة
وأجهزة الدولة المعنية استخبارات وغيرها، وأبناء سيناء الشرفاء الذين دافعوا عن الأرض وعن الدين وعن الوطن وحاربوا كل الإرهاب بكل مفاهيمه فكرا وسلاحا وغيره وعناصر وما إلى ذلك، إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة المحترمة التي نستطيع أن نقول الآن أننا استطعنا أن ننهي على الإرهاب بفضل جهود قواتنا المسلحة وبفضل أجهزة الدولة المعنية وبفضل شبابنا المقاتل الذين أنططوا صهوة جواد الوفاء للوطن حينما أريد لهم ذلك من قبل أجهزة الدولة، من قبل الجيش في المرحلة الأخيرة أو ما قبل الأخير. شكرا لك الشيخ إبراهيم أبو عليان أحد القيادات الشعبية في شمال سيناء، شكرا لك. طبعا الشيخ إبراهيم بالتأكيد عصرك في الفترة دي، لكن الحقيقة يعني كمل كلامك عن المخطط. حصل بعد كده 2008 النزوح. احنا كل معتقد ان النزوح ده شويه الفلسطينيين دخلوا مصر والكلام ده، لا، ده النزوح ده كان البروفة الاولى للاحتلال رفح والشيخ زويد عن طريق حماس والاخوان المسلمين. اللي بيأكد كده ان في بعض العناصر الفلسطينية اللي موجودة في رفح والشيخ زويد رفعت الاعلام الفلسطينية على منازلهم. ولما جبناهم عشان اجراءات التحقيق قال لك لا ده انا برفع العلم عشان بس ايه الناس تعرف بيتي. واكتر من كده في بعض العناصر الفلسطينيه رفعت العلم فوق مبنى سنترال الشيخ زويد. فده بيؤكد ان ده كانت البروفة الاولى للاحتلال، الاحتلال رفعه الشيخ زويد، لكن الاداره المصريه بما تستنازل فيه من حكمه استطعنا ان نعيد هذه الاعداد الكبيره بهدوء. الحقيقه شهد السيرة بعد كده عديد من عمليات المشيرة زي حادثة رفح الأولى. كنا نفكر أن حماس دخلت ضربت مجموعة من العساكر وخرجت، لا، دي فكرة إخوانية. لأن المجلس العسكري كان ضاغط على حماس في المنطقة المركزية، فالفكر الإخواني حب يخرج المجلس العسكري بأحداث خارج القاهرة الكبرى، فافتعل حادثة طابة عشان تتوجه القوات المسلحة إلى سيناء، واللي نفذ العملية ذراعها العسكري اللي هو حركة حماس. بعد كده برضو من العمليات المشينة اغتيال القضاء في العريش عشان الضغط على السلطة القضائية. برضو قتل عدد 25 شرطي بدم بارد، واختطاف 25 عسكري أيام حكومة المخلوع. احنا اتدربنا ان في عمليات الخطف وانت داخل تفك حصر ليك طلقة واحدة في الهدف. يعني انا داخل اطلع مخطوفين ليا طلقة واحدة، تانية لا. هو قال ايه؟ المحافظة على الخاطفين والمخطوفين. لان الخاطفين دول في بينهم وبينه عهد. الخاطف والمخطفين بينهم وبينهم عهد، منهم حمادة أبو شيتا اللي هو منفذ عملية طابة. بس طلع بقرارات العفو. أسباب الإرهاب في سيناء كان عدة عوامل. أول عامل ما أصدره الرئيس المخلوع من قرارات عفو، أصدر قرار 57 و58 و122 155 و157 مرسي أصدر مرسي لعدد 212 شملت ما يقرب من 4200 إرهابي. حول سيناء إلى ملجأ مفتوح لجميع العناصر الإرهابية. تاني حاجة من أسباب برضو انتشار الإرهاب في سيناء ما تم الاتفاق بينه وبين الغرب بنقل العناصر الإرهابية من باكستان وأفغانستان إلى سيناء حتى تكون ميليشيات مسلحة يستطيع الإخوان تأديب كل من يخرج من فلك جماعة الإخوان. الأسباب دي كلها ساعدت على انتشار ظاهرة الإرهاب، متجلت بعض صحف المعارضة والمحطات الفضائية بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها أبناء سيناء، وأبناء سيناء جزء من المجتمع المصري. أي المشكلة الموجودة في الوادي مش موجودة في سيناء. فبعض الفضائيات وبعض الصحف الصفراء وبعض المراكز البحثية كانت بتثير هذا بهدف تفتيت أهل سيناء. ويمكن القضية 255 اللي هي قضية التمويل
منظمات بعض منظمات المجتمع المدني. كل هذه الاسباب ادت الى تدهور الحاله الامنيه في سيناء وانتشار ظاهره الارهاب. نرجع برضو الى الفكر الغربي، حط مجموعه من النظريات لهدم الدوره المصريه. طيب ناخد فاصل وبعدين نسمع هذه النظريات، بعد الفاصل نكمل الحوار مع السيد اللواء احمد عليو. رب اني وهن العظم مني واشتعل ايه؟ المفروض الشعر. المفروض الشعر شيبا، لا، ان واشتعل الراس شيبا، كل وطي السمع والنظر وشعرك شاب كل مع بعضه. شوف بلاغه الاختيار الكلمه. انا اول مره جي هنا بس سعيد جدا جدا، وان شاء الله ما تكونش اخر مره، ان المستوى اللي شفته من الطلبه ومن القائمين على الطب في هنا حاجه تفوق الخيال. والله بشكرهم من قلبي، ان شاء الله زياره ثانيه وثالثه ورابعه. هو ده اول مؤتمر لوحده مناظير عائشه المرزوق تبرع من دوله الكويت الشقيقه، وده بيورينا مدى التفاعل بين مصر والدول العربيه كلها. والحمد لله احنا الوحده دي وفرت السفر على اهالي محافظه قنا وما حولها الى القاهره او اسيوط. المؤتمر ده المؤتمر السنوي الاول لوحده المناظير، الهدف منه الارتقاء بالوحده. جذبنا عدد من الاساتذه على راسهم الدكتور حسام موافي وكثير من اساتذه الجامعات لاخذ التجربه واخذ الخبرات منهم وايه هو الجديد في مجال المناظير، ونوصل الحاجات دي للناس اللي شغالين والقائمين في وحده المناظير. ان هو ده اول مؤتمر لوحده عائشه المرزوق، دي وحده مناظير جراحيه طبعا ربنا اكرمنا بيها الوحده دي من سنه في داخل مستشفى قنا العام. مستشفى قنا العام دي اكبر مستشفى موجوده في محافظه قنا، وهي يعني منوط بيها خدمه اهالي محافظه قنا يمكن والمحافظات المجاوره. استضفنا اساتذه كتير من جامعات كتيره، نقولنا نقلوا خبراتهم للناس اللي عندنا في ورشه عمل هتتعمل يوم السبت، ناس تشتغل بايدها. جامعه بنها حاضره، عين شمس، القاهره، اسيوط، جامعه جنوب الوادي، خمس جامعات من اكبر جامعات مصر، وكلهم سبيكرز بيعرضوا موضوعات كبيره وقدموا حاجات مفيده جدا للدكاتره عندنا هنا في المحافظه. عودة مرة أخرى للحوار مع السيد اللواء أحمد عليو الذي كان مسؤولا عن مكتب رفح أمن الدولة في هذه الفترة التاريخية المهمة، وتحديدا ما قبل فبراير 2011. سيد اللواء، تكلمت عن النظريات الغربية، تم وضع العديد من النظريات العربية الغربية خاصة بالمنطقة العربية كلها. زي الشيخ إبراهيم العليان قال إن كان المقصود تفتيت المنطقة العربية كلها. العديد من المراكز البحثية طبعا حطت خطة، كان المقصود ما تقسيم المنطقة كلها لعدد 30 دويلة. إيران 5، سوريا 3، الأردن 2، لبنان 5، السعودية 5، مصر 4. كانت هتكون دولة ولاية إسلامية في من القاهرة حتى بني سويف، وتبدأ دولة قبطية من بني سويف حتى هنا، تمتد غربا حتى البحر الأحمر، تمتد شرقا عبر وادي النطرون إلى الإسكندرية. الرابعة كانت هتكون بمحاذاة قلعة الإسماعيلية، ودي هتكون تحت اليد الإسرائيلية. كان المفروض مصر تتقسم بهذه الطريقة، لكن الحمد لله زي ما ايه مصر محفوظه بالقران. من اهم، وقال ان هذه الخلافات هذا التقسيم سيعتمد على الموارد، الحدود، البترول، المياه. لو بصينا هنلاقي الحدود ده اللي حصل بين العراق والكويت، المياه ده اللي حصل بين العراق وتركيا، برضو جنوب العراق المذهبيه مع حضرتك، فقال ستشكلها المذاهب والطوائف والحاجات دي كده. أهم النظريات هي نظرية شد الأطراف.
نظريه شد اصراف لو ركزنا في التعريف بتاعها استهداف الاماكن البعيده عن سلطه الاداره المركزيه. ايوه. ولنا في ذلك سيناء. ولنا في ذلك النوبه. على ابو شلاتين. على ابو شلاتين. نعم. يعني جنوب اسوان احداث الهلاليه والدبابيه اللي راح فيها 35 واحد. بس الحمد لله تمكننا من احتواء هذا الموقف. حاليا ابو شلاتين ومتصدر له من مشاكل. استهداف الاماكن البعيده عن قبضه السلطه المركزيه. ايضا النكايه كمان. واثاره القلاقل بها. واحتواء قيادات هذه القلاقل. تمهيدا الى قطم هذا الجزء عن الدوله الام. صحيح. ده اللي كان سينا هتتعرض له. لكن الحمد لله بفضل جهود الدولة المصرية وبفضل ما قدمه القوات المسلحة من تضحيات والإدارة الحكيمة والشرطة أيضا وأهالي سيناء والمواطنين المدنيين. ما الشهيد ده بس ما مقتصرش على فرد القوات المسلحة والشرطة وابن سيناء. لا، في عناصر مدنية برضو دفعت ثمنها، زي أعتقد إذا أفتكر محمد عياد اللي هو برضو تنظيم التوحيد والجهاد خطفه قبل العيد بأسبوع ورماه يوم العيد. شيخ خلف المنيع. خلف المنيع أبو خالد. ده بعد عودته من مؤتمر. سالم اللافي وغيره كثيرين. سالم اللافي، محمد أبو فريح، أسماء كثيرة قدمت. بس الحمد لله بما كان الجيش من مقاومة وقدر يحافظ على هوية سيناء. تاني حاجة، في حاجة اسمها نظرية شوكة النكاية. شوكة النكاية. شوكة النكاية دي بتعني استمرار العمليات الإرهابية وتصعيدها بهدف إنهاك الدولة وجعلها دائما في موضع الدفاع. صحيح. ما يبقاش عندها مقدرة إنها تطور من نفسها، إنها تطور من خطة المواجهة. لكن تبقى دائما في موقف المدافع. دي شوكة الدفاع. وتعتمد في مرحله الفريق، تعتمد مرحله اللي هي ايه، هي الاسم مرحله كلها اداره التوحش. أيوة. بتقوم على شوكه النكايه. وبتقوم شوكه النكايه دي على خطين، خط مسلح ده بتتم بالاتفاق مع حماس والتنظيمات التكفيريه بسيناء والعناصر الجنائيه، ده الجهاد المسلح. الجهاد الخط الثاني اللي هو الجهاد الشعبي، ارباك الساحه الداخليه. احنا لو نسترجع كده قبل 2011، من اول كده 2007 واحنا طالعين، نصحى الصبح نلاقي اعتصام موظفي الضرائب العقاريه للمطالبه بالمساواه. معلش، في مطالب عاديه يعني كان في صحيح مظاهرات فئويه، بس ما اقدرش نتهم المظاهرات دي بانها كان، لكن في هي مطالب فئويه بس. كان في اللي بيوجهها. نعم. من خارج النقابه. نعم. من خارج الفئه. نعم. هناخد مثلا ايه، خلاف ما بين المحامين والقضاء. وكان ابرزه خلاف محامين طنطا مع القضاء. ادى الى توقف المحاكم لمده اسبوعين. دي كلها بهدف ارباك الدوله المصريه. لكن في كل الاحوال، يعني السؤال الاخير اتمنى انك حضرتك تجاوبني عليه، كيف ترى سيناء الان بعد هذه الجهود وهذه التضحيات الجسام؟ سيناء الان ليس لها علاقه بسيناء قبل ذلك. نعم. مجمل. نعم. قول. نعم. فصل. نعم نعم نعم. سيناء شيء، بنتكلم على جزء. الا يمكن عوده هذه الجماعات مره اخرى؟ قول لحضرتك حاجه، ايه ده؟ هل سيادتك ممكن تحط ايدك مكان ايدي؟ اكيد لا، في حاله واحده. لما ترفعها. صحيح. طول ما احنا متمسكين بسيناء ومقام البيل الدولة المصرية واصدره الرئيس السيسي من حفر انفاق، بلاش حفر انفاق بتعبير بتوع رفح فلسطين، اربع انبالات بيربط سيناء. طبعا اصبح ستة الان كله على بعض. اصبحت سيناء مرتبطة بمصر. مشروعات تنمية. حاجات كتير كانت بتصدر خام. بدأنا نصنعها في سيناء. اصبحت سيناء دلوقتي مناطق جذب لابناء وادي النيل. نعم. معايا؟ فطول ما احنا موجهين الاستثمارات والكتله البشريه لسيناء. نعم. محدش هيقدر ياخدها مننا. اكيد.
بهذه الكلمات نختتم لقاء اليوم مع السيد اللواء أحمد عليوة الذي عاصر فترة مهمة جدا في سيناء، فترة تغلغل الإرهاب حتى 28 أو حتى 1 فبراير 2011، قضى فترة طويلة وعدد كبير من السنوات رئيسا لمكتب أمن الدولة في منطقة رفح. بنشكرك سيادة اللواء، شكرا لك. شكرا لك. نلتقي إن شاء الله الخميس القادم الساعة 11 مساء. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.